يصير بدي خلف رح اقعد على الارض، انتو رح تكونوا حوالي، هو رح يخلق. عمليا هون عم نشوف ثلاث شخصيات أدوارهم أصلاً مشقلبة بالحياة، مش مثل ما المجتمع بيتوقعها، وبيحلموا بنوع زواج مختلف بتشوفوه بالمسرحية. هن بيقرروا مين أهلهم وبيعملوا عائلتهم. وما انسى ولا مره انه حبنا هو الهلا. اول ما اسسنا الزقاق كان خيارنا كلنا سوا انه ما يكون المسرح بس هوايه فرديه، بل مهنه ومهنه جماعيه لنقدر نحن نتفرغ للعمل المسرحي. نحن بنعمل مسرح لأنه المسرح هو كمان مكان فينا نفكر فيه سوا، وهذا شيء نادر بالمجتمع اللي عنا إياه اليوم. فينا نفكر سوا لما بنخلق مسرحية، نفكر بدرجة أولى بأسئلتنا، وأسئلتنا بترجع بتتوسع لأسئلة أوسع العلاقة بالمجتمع وباقي المشاهدين. إذا بتطلع بس على المجتمع اللبناني الفني وأساساً على المجتمع المسرح بلبنان، تقريباً كل زملائنا أخذوا جرانت من أفاق بمرحلة وبتانية، فهذا عم بيشكل ثقافة معينة، عم بيشكل فنون معينة، وعم بيعمل تاريخ المسرح والفنون بالمنطقة، لأنه ما في غير طرق اليوم نقدر ننتج عروض وننتج فن إذا ما في هيك تمويلات يعني. نحن كفنانين نتعرف على مشاريع بدول عربية تانية من خلال أفاق ومن خلال مؤسسات مثل أفاق، وكونها هي من المؤسسات العربية الكتير قليلة بهالمنطقة، فهذا بيعطي أفاق كمؤسسة حالة استثنائية.